السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برامج الاي ام المهتمة بالانرجي مانجمنت والمينتننس، يعني نقدر نقول الاوبريشن او تشغيل المبنى. تقدر تختار ايه الحاجة اللي انت مهتم بيها. هنا يقول لك مثلا الحاجة الخاصة بالانرجي مانجمنت، تقدر تطلب نسخة تجريبية تقدر تشوفها، تقدر تتحكم في كل حاجة خاصة بالمينتننس والفاسيلتي مانجمنت في المشروع بتاعك. الـ Space Optimization تقدر تتحكم في الـ Space اللي عندك، تقدر تعرف كل المعلومات الخاصة بيها بالشكل دوت. تقدر تبقى عندك معلومات كاملة ومراقبة كاملة لكل حاجة بتحصل في كل الـ Spaces. يبقى عندك خريطة كده كل الغرف، تقدر توصل لكل المعلومات الخاصة بيهم بسهولة جدا.